عن ولا الريسكي والبونجي يلا تول موند معايا تول موند تول موند تول موند اسمح طبعاً الصراحة كنشكر كاع الناس اللي ساهموا في هذا الفيستيفال ديال بيلما والبوتمان منهم جمعيات منهم الناس كاع اللي ساهموا في هذا الحفل وصراحة كان لي شرف أنني نشارك في هذا الحفل هذا وكان الحمد لله داز الحمد لله بخير وإن شاء الله عندي جديد وأصلا قدمت جديد اليوم والناس عجبهم إن شاء الله كاين واحد الجديد إن شاء الله قريب وغادي تشوفوه ثقافي مدينة إنزكال شي تسونامي وتصفيقات الله يخليكم تصفيقات حرة السي الحاج المكيروسان اللي كان افتخر اليوم المشاركة ديالنا أنها تكون واحد الإضافة للمجموعة وإضافة للمهرجان عبر واحد الطبق فني اللي هو متنوع إن شاء الله. الجديد كاين أستاذي يعني الجديد هو درنا واحد الفيديو كليب بواحد الطريقة اللي هي ربما كنقولوا حنا احترافية بإمكانيات اللي هي يعني ديال 2018 وحنا في إطار تصوير مجموعة من الأغاني أخرى وكاين ألبوم قريبا وكاين مجموعة من المشاركات يعني مجموعة أمينو دائما في العهد ديما كاين أمينو كما يقال بالأمازيغية الجديد ديما كاين الجديد صراحة أنا جد فرحان اليوم لأنني غادي نشارك في واحد المهرجان ما غادي نعتبره أنا مهرجان تراثي غادي نقول مهرجان عالمي لأنه كيتواجد في وسط الدار ديالي في عقر دار ديالنا اللي هو الجرف أنا ولد ابن الجرف ولو المجموعة كاملة ولد شيرة أنا ولد الجرف واليوم أنا فرحان لأن الجمهور ديال الجرف غادي يجي يشوف مازال اللي غادي يتمتع الجمهور إن شاء الله بأغاني جميلة ديال طازنزارت وكنقولوا للجمهور ديالنا مرحبا به إن شاء الله لأن هذا المهرجان هذا غادي جاي فرحان فرح كبير من هذه المدينه حيت كاين بزاف ديال الاصدقاء عندي هنايا موسيقيين وعندي بعد النساب ديالي هنايا في انزكان وملي جاتني الدعوه هذه ما كانش حتى شي مشكل جاي فرحان لان ولا الجروب نتاعي ان شاء الله وغادي نكونوا نصاب نكونوا عند حسن الظن الجمهور ان شاء الله هذه الليله الله ومن دون الله ربي سبحانه